تحياتي. حلقة جديدة من برنامجنا الاجتماعي الثقافي الشبابي، نطرح فيه قضايا صبيانا وشبابنا. قضيتنا اليوم هي قضية مهمة جداً، ويمكن كمان قضية خطيرة، ويمكن تكون تطور لحالتنا الاجتماعية الثقافية الإلكترونية: التسويق من خلال أصحاب الأرقام، أو المتعارف عليهم بالمؤثرين بلغة الشباب والصبايا، أو البلوجرز. بعد ما ظهرت هاي الفئة وشكلت لحالها مكانة مهمة جداً في المجتمع وقوية، يوم أطفالنا وشبابنا بتعرضوا لهدول المؤثرين وبالذات المراهقين. فهل إحنا منقدر نسأل قديش في هالمحتوى اللي بيأثر على شبابنا وصبايانا؟ قديش أولادنا قادرين إنهن يميزوا بين المحتوى الجيد والمحتوى اللي هو فيه مضامين سلبية؟ رح نبدأ حوارنا مع المتخصصين الخبيرات وأصحاب وصاحبات التجارب، ونحط نقطة ونفتح سطر جديد. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم مجددا. منبلش برنامجنا مع مدير التسويق والخبير التكنولوجي إيهاب سهيل بطو، اللي طرح القضية للنقاش، قضية الترويج وقضية كل موضوع التأثير والبلوجرز، وفتح باب عشان نسأل حالنا هل هاي الفئة هي بالفعل هي اللي مسوقة وعندها مضمون تسوقه، وهل بحق لها اللي عم بيصير معها من إنها تطلب مبالغ باهظة على كل المضمون اللي عملها. والأهم من ذلك رح نطرح معه كل قضية قديش في تأثير إيجابي أو سلبي لكل هذا الموضوع. أهلا وسهلا فيك إيهاب. تحياتي للجميع، جميع المشاهدين، ومبروك البرنامج الجديد. الله يسعدك، وأنا كثير مبسوطة في إنك اليوم ضيفنا الأول بالحلقة، واللي هيك بنحكي عمالنا إنه بالفترة الأخيرة كثير عمالها تكون قضايا اللي هي يعني بطل في سيطرة على كم الهائل من وجود مؤثرين أو بلوجرز أو أصحاب الأرقام، خلينا نسميهن، اللي هن عمالهن يسوقوا الحامض والحلو، المنيح والعاطل، كل شيء. فتعال نحكي شوي صغير أكثر لمشاهديننا أكثر عن اللي عم بيصير اليوم، ونتركز بكيف نقدر نميز إحنا كمشاهدين وين دورنا، وكيف نقدر كمتابعين يكون لنا تأثير كمان. سؤال رائع وشمولي، وإحنا فعلا عايشين بهاي الحقبة اللي في مؤثرين كل يوم والتاني بيطلع مؤثر. كلمة مؤثر هي حلوة بالمعنى الإيجابي والأقل إيجابيا، هو بأثر، شو صدى تأثيره ممكن قياسه بعدين. ولكن لهيك لموضوعنا ونفيد المستمعين والمشاهدين، نطلع المؤثرين إنهن منصة. إيش يعني منصة؟ عند المتابعين أصحاب المصالح التجارية، وإحنا إذا كأفراد نتوجه لإلهن، طمعتنا بين أقواس إيجابيا إنه نأثر على المتابعين تبعونهن أو يتواصلوا معنا أو يشتروا. أيوه. هذا هو الهدف الأساسي. يعني بدي من عالم اللي هو عالم التجارة، عالم الاقتصاد، اللي هو بيشتغل على كل مفهوم التسويق. صحيح. بس اليوم التسويق بطل منتوج فقط، يعني كمان صار في عنا تسويق للفكر، تسويق لخدمات، تسويق، يعني إذا بحوارنا هذا عم نحكي على الإيجابيات الرائعة من هذا العالم، وأنت جاي من هذا العالم. صحيح. وأنت يعني خبير في هذا العالم، فتعال نحكي كده عن جد الإيجابيات اللي موجودة، وشوي شوي نصل للمخاطر اللي موجودة فيه. حلو، اللي ننطلق من نقطة الإيجابيات، لأنه لا شك في حكينا هي منصة اللي بنوصل لها آراء الأشخاص، لتفكيرهم، لمشاعرهم كمان، بسرعة جدا كبيرة مقارنة بوسائل أخرى. ولكن إذا بنتعمق كمان درجة، وإحنا بدنا ننط هاي الدرجة عشان الناس تصير تقيم تستفيد من هالحلقة، إنه نطلع هدول الأشخاص، هل أنا لما باجي أدفع اليوم مبلغ، إن كان إكس مبلغ أو عشرات الأضعاف هذا المبلغ، هل أنا بتناقش معهم مثل ما بتناقش مع مندوب السياحة لما بدي أسافر على أي بلد بحبها، بسأله على الطيارة وعلى الفندق وعلى الأوتيل وعلى شو بدك تقدم لي يعني؟ عادة الأغلب ما عنده هذا الوعي، الأغلب وكأنه بسلم أمره، بسلم جيبته لهذا الشخص. مزبوط عنده عدد، مزبوط ممكن يأثر، ولكن هل سألته ناقشته دغري دفعت؟ اسأله يا عمي شو ممكن تجيب لي، شو النسبة من اللي عندك الإكس عدد الكبير أنت بتتوقع أنه يستفيده. أيوة. والأهم، هل جمهورك كمؤثر عنده قدرة تفاعلية
يعني يحط لايك كومنت شير، ولا شرائية واستهلاكية يتصل ويدفع. وهدول العالمين مختلفين، فيش مقارنة بين يعني، بس إن أضلني أفوت وأطلع على المنتوجات وما أشتريهاش، شو حط لايك والكومنت، شو بيستفيد؟ بعد شهور حلو مؤقت، لكن آخر شهر مين اللي بيصيح؟ الإجابة بتصيح عند صاحب المتجر. وبالفعل يعني هل أصحاب المتاجر هني بهذا المحل إنه يسألوا ويتساءلوا، ولا مجرد إنه أنا شفت المحل الفلاني أخذ فلان والمحل الثاني، ويعني زي كأنه موضة وفي ناس اللي إلهن استصدى والتأثير العالي، فأنا بتبعهن وبتابعهن وباخذ منهن. سؤال رائع، لأنه المسؤولية تقع على الطرفين. الطرف الأول اللي هو المؤثر اللي عنده هدول المتابعين، هو من ناحية مهنية إذا بده يشتغل من ناحية مهنية لازم يكون واضح مع الشخص اللي بوفر له الخدمة، لكن المسؤولية الأكبر على صاحب المصلحة التجارية أو إحنا كأفراد لما نطلب هاي الخدمات. لازم نسأل عمليا إحنا بعد ما ناخذ اللايكات والتسجيلات اللي هي بتعطي شعور حلو، بدناش إحنا نناقض هاي الأمور، ولكن هل أنا سألته واستفسرت عشان وعدني ووفى؟ السؤال وينتا؟ شو هي المدة؟ والسؤال الأهم إذا ما وفاش، هل في بند بين العقد بيناتنا يعطيني إشي بديل؟ إحنا اليوم أي غرض مشتريه ما بنبسطش منه بنحاول ناخذ تعويض. صحيح. لما ندفع لأشخاص اللي إحنا ما بنعرف إذا التسعيرة هي متفق عليها أصلاً. أيوه. مجرد شخص اللي هو انشهر، كل الاحترام الله يزيد ويبارك، ولكن إذا بيخدمني الله يزيد ويبارك إيهاب بكل مفهوم، ولا عن جد في عنا هيك نظرة ناقدة شوي على بعض الأفراد اللي هن عم بيصلوا مش بطريقة اللي هي قيمية بتحافظ على قيمنا، بتحافظ على مبادئنا، بتحافظ على مفاهيمنا الاجتماعية، يعني بعدتنا شوي عن الواقع اللي إحنا لازم نكون فيه. صحيح، الله يزيد ويبارك في المحتوى الهادف والتأثير الفعال في المجتمع اللي بخلينا نتقدم نتطور ونتعلم أشياء جديدة. غير هيك بالعكس، إحنا لازم ننتقد بما معنا ونحاول نأثر، وهدول الأشخاص اللي جزء مننا من مجتمعنا. صحيح. نحاول نلفت نظرهم، تعالوا يا عمي عندكم هذا الإمباكت، هذا الصدى، إن كان التأثير على جيل صغير أو كبير، ليه ما بتوجهوش في إشي هادف؟ هادف اللي هن يستفيدوا ماديا، سؤال هل عندهم بس يفيدوا مجتمع، يعني هل عند يعني طبعا أنا من غير التعميم، طبعا من غير التعميم، هل كل إنسان اليوم هو عنده كتير متابعين هو عن جد إنسان اللي عنده محتوى ذات معنى اللي ممكن يقدم من خلاله مغزى أو مفهوم للأبناء الشبيبي، للأشخاص الآخرين، لأصحاب المتاجر أو إلى آخره؟ الجواب بتم ملان لا. ليش لا؟ لسبب جدا منطقي وواضح، العدد لا يعني الجودة، ولكن لما شخص عنده جودة ممكن يوصل لعدد كبير خلال أدوات وتقييم بسموها تقييم النتائج كل فترة وفترة، إذا تمام. فلا، إحنا نطلع الأشياء اللي فيها طبعا دائما أشياء مش بس هادف يعني تعليمية، أشياء اللي كمان ما تجرحش بحدا، ما تنتقدش بحدا، ما توصلش للشخص أو تعزز شعور بالأنانية إنه أنا وما حدا غيري. أيوة. إنه أنا المشهور، أنا اللي عندي 2 3 4 مليون متابع، أنت على حساب الآخرين، تعزز الأنانية عند المتابعين وعند الشخص اللي ممكن يشوف حاله، يعني وكأنه في شرعنة لكثير من القيم الأنا وقيم التطور، يعني تطوير الذات على حساب الآخرين. صح. فتطويري أنا بإني أنا المشهور وأنا الغني وأنا وأنا وأنا، مش مهم كيف. صحيح، بطلعوا على الكترة، أو بمعنى الغاية تبرر الوسيلة بالمعنى السلبي. الغاية تبرر الوسيلة، ممكن بالمعنى الإيجابي كمان. بوافقك جدا، وإحنا عم نشوف الأشياء بشكل ملموس، مش يعني احنا عايشين بهذا المجتمع، احنا ابناء هذا المجتمع، بنشوف الحمد والحلو بسموها الكفتين، بنشوف الفضائح، بنشوف الانجازات، الناس مش مغيبة اليوم، ولكن بدها هذا نوع من الوعي. يعني تخيل لو عندنا هاي الحلقات بكل شخص في بابه مش بس كتسويق، يشرح ويربى جيل جديد يعرف شو بده من هالدنيا. ايوه، اللي يرفع راس اهله ويرفع راس اللي حواليه، وهو يفتخر بانجازاته انه هو قيمه، له قيمه معينه اللي بتاثر وبربح. مش عم نناقض احنا قضيه الربح المادي، طبعا لا، مش هذا هو القضيه بالضبط. يعني لما الربح بحق، صحيح، لما انت عن جد بحق يعني تعبك مجهودك انجازك وبحق انت بتطالب فيه، طبعا. بس احنا قضيتنا هي انه وكانه احنا عم نلمح لانه المبالغ الطائله اللي عملها تاخذ هي مش بحق، لانه في عندنا قله وعي كاصحاب مصالح تجاريه، ما بنعرف شو الاسعار. احنا مش طب من تجربتك إيهاب بالفعل، يعني اصحاب المتاجر بعض الاشخاص قدروا ان يزيدوا المنتوج عندهم او البيع، كان في نجاحات من خلال المؤثرين؟ المؤثرين نحكي بشكل واضح وصريح،
لما هدول الأشخاص بنشروا عند المؤثر، إذا هذا المؤثر تحديداً وخطين تحت هذا المؤثر عنده الفئة اللي عندها القدرة الاستهلاكية لشراء نفس المنتوج بردها احتياجاتها. اخترت الشخص الصح، يعني أنت عم تقول كمان حتى قضية أني أختار الشخصية اللي أنا لازم أتعامل معاها للمنتوج اللي أنا بدي أسوقه، لازم يكون في ملائمة، لازم يكون كمان تحقيق الهدف على المدى القريب وعلى المدى البعيد، مين هن جمهور الهدف تبعي، أسأل هاي الأسئلة. والأهم نعرف تاريخ هذا الشخص، هل هذا الشخص ربي في قيم مش من ناحية اجتماعية، في قيم رقمية وهو بنشر وبتابع وإلى آخره، إله تاريخ خط اللي هو راقي ومرتب. كيف أنا بدأ أعرف هذا عالمك يا إيهاب؟ أنا ما بقدر أعرف فيه يعني. أحلى جملة هي اللي بيسأل ما يتوهشي. إحنا بنسأل، مش بنسأل بشكل عام، إحنا بنسأل بنفتش وبندور، وإذا في أشخاص اللي هن في بلدي المحيط القريب نشن صعب على الناس، اللي عنده محلات تجارية استعملوا شخص معين النشر عنده، تعال نسألهم شو استفدتوا منه؟ شو تجربتكم كانت؟ نسولي اللايكات والتسجيلات الأشياء الحلوة، شو استفدتوا منه؟ يمكن تتفاجئوا من أجوبة من دون أي يعني بسموها تقرب من هذا الشخص الغريب، نسأله شو استفدت؟ يحكي لنا ما استفدتش. واو. صرفت، شفت كثير تسجيلات إعجاب، انبسطت أول أسبوع، آخر الشهر ما شفتش نتائج. ما كانش في عندي مردود مادي. هي إشارة، هي لمبة حمراء. صح. في أشخاص ممكن يحكوا لي والله لا أنا كان هدفي بس الناس تعرف عني، بدي شهرة. أيوه. طب بتكاش أنت مردود مادي؟ لا. اذا كل واحد والباب اللي بده اياه بالضبط حسب شو هو حاجاته. طيب اذا احنا بنحكي انه احنا بالغين وعارفين هذا الموضوع واحنا ما عندنا القدره للتمييز وما عندنا الخبره لنطرح الاسئله، فكم بالحري ابناء المراهقين الشبيبي اللي عمالين ينكشفوا لكم هائل، حتى من اذا بدي اجي احكي بس على جانب التسويقي اللي هو عالمك اللي هو ممكن يكون مجرد اني انا بس شفت فلان لابس هاي الجاكيت فانا بدي اروح اشتري زيها وبدي اعمل زيها بتلبقليش مناسبه لي، مش رحت على المحل وما لقيتهاش، شو عم بيصير مع هدول الابناء الشبيبي؟ شو اللي عم بيصير معاهن؟ اللي بكلمه واحده هن بدهن تقبل، هن مش محبه في الشخص، هن محبه في تصرفات الشخص اللي هو ناجح بنظرهن المؤثر، فانا بدي هذا النجاح، كيف بعبر عن هذا النجاح؟ بشتري زيه، بمشي مثله، بتحرك مثله، باكل مثله، بسافر نفس المحلات، على امل باللاوعي انه انا اوصل زيه. اذا انا عملت زيه معناته انا رح اكون زيه. هيك شعور الاطفال المراهقين. هذا التوقع يعني. سؤال اهم ليش؟ لانه هن دائما الطفل، حتى احنا كجويتنا في اطفال يعني بمعنى، تفكير الطفل بدنا دائما نسعى للاحسن، للتقبل، للمحبه. كيف بناخذ اليوم المحبه والتقبل بوسائل التواصل الاجتماعي؟ ما في بديل على أرض الواقع إلا إذا يكون ضمن برامج وفعاليات وبرامج منهجية. بالعالم الرقمي التعبير عن المحبة هو في العدد. كمر هون فيش صح وفي غلط، هذا هو المقياس. صحيح. اليوم تخيل كل الصور اللي منشوفهن ما في تحت هذا البنت على اللايكات والكومنت والشير، كيف نصير نعرف الشخص هذا إذا مهم ولا لا بالنسبة للعالم الرقمي؟ أيوة. فعمليا هذا اللي يعني التحديث اللي عمله العالم الرقمي بالنسبه لنا، بطلت الصوره مجرد صوره. صح. صارت الصوره قديش بتسوى من ناحيه اعجاب، من ناحيه حتى لو ما لها قيمه فنيه او قيمه ادبيه او قيمه اخلاقيه 100%، فهي بتسوى قديش في عليها اعجاب. واكبر دليل تخيل كل العالم من الرقم الموجود اليوم لو تنضاف كبسه واحده بتغير كل المفهوم، تخيلوا في كبسه اليوم بكل المنصات ديسلايك. واو. تخيلوا. واو. لانه في اشخاص كمان نحلي ما فيش يا ايهاب، يمكن لو موجوده في اشخاص بصيروا يترددوا مرتين لما يجوا ينشروا البارزين. صحيح. لانه ممكن قسم الديسلايك يضرب. انا دغري اخذت يمكن عالم الابناء الشبيبي انه هدول اللي راح يتعرضوا لديسلايك كثير، لانه ممكن يكون في تنمر لالهن واساءه لالهن، فخفت عليهن يعني دغري. صحيح. ولكن يعني لو موجوده هاي الاداه ومش راح تتواجد لانه منصات التواصل بتفقد قوتها التسويقيه، تفقد يعني التفاعل. قوتها جاي من قديش احنا منساهم في مفهوم الكم هذا. صح. من غير ما مرات كثير نتمعن في الجوده، في الجوده وفي نوعيه المحتوى. يعني ممكن المحتوى كان ينعمل بطريقه ذكيه ليكون مش هادف، ولكن الواجهه هو هدف. ايوه. يعني انا بعلم اليوم مثلا لغه، ولكن بالهدف بالاخر خلال دورات اللغه او بما معنى هذا المؤثر يبيع المنتجات. مثلا من مش بطريقه مباشره، بطريقه غير مباشره استغل. وبالفعل يعني كثير ناس اللي اليوم بدها تشتري اكس بتلعط انها شاريه واي، والترويج يعني بيطلع لمنتج ثالث. بالضبط بالضبط، يعني وكانه في لعبه. صح. تسويقيه معينه بس اللي فاهمها، بس اذا عندنا الادوات لانه نسال ونستفسر يمكن نحمي حالنا. الخطوه الاولى هي الوعي، الحمايه اهم كلمه حكيتيها اللي تنشئ من خلال الوعي. لما في وعي حتى الطفل لما بنتم توعيته بالادوات الصح بما يناسب جيله وقيمه. صحيح. والى اخره، بصير يعرف انه هذا محتوى.
انا اهلي علموني كيف اتصرف مع هذا المحتوى، اذا ما علموني بطلع اولاد صفي. طب اولاد صفي هن مش مرجع، صح، هن ممكن يكونوا بجيلي وبنفس الفكر او اذا اقل كمان. ابناء صفي عمليا هن ابناء كل الجيل اللي زيي موجودين عندي على الاف من ال بيعملوا هيك. لا انا ما عملش هيك، انا اولاد موجودين بتبع معاهن 100%. يعني عم تعطيني الاداء انت ايهاب حاليا لكل حل القضيه، يعني انت عم بتقول وعي، رفع الوعي بكثافه، يعني في دور لكلياتنا كل واحد من موقعه. انا بعرف انك انت بتقوم بهذا الدور بشكل كثير كبير، ان كان على المنصات التواصل الاجتماعي اللي انت دائما بتقوم فيها، وكمان في المقابلات، وكمان في محاضراتك صحيح اللي انت بتقوم فيها. يعني قديش مهم انه نكثف من هذا الجانب؟ مهم جدا، كل حدا في بابه، والاهم وهي النقطه المفصليه، ما نطلع على التقييم بناء على العدد. احنا كاشخاص اللي حابين نغير، بمعنى في اشخاص عندهم ملان معلومات حلوه، وفره بالمعلومات، بخافوا ينزلوا فيديو او محتوى توعوي ما ياخذوا تقبل، بمعنى يجيبوا مثلا 3-4 لايك ان صح التعبير، ويصيبهم هذا الاحباط الداخلي. اذا انت ما نزلتش عشان توعي. ايوه، اذا هدفك انت اذا هذا التردد، انت بدك عدد، حتى لازم واحد يرجع نفسه. العدد مهم كمان مره، ولكن اذا هدفنا نزيد الوعي مش هو المعيار الاول. صحيح، صحيح. نزلوا ونشروا، اذا الناس بتكون جاهزه والجمهور والمجتمع جاهز، نبرز وبضغى بشكل يعني كثير ايجابي. يعني تسليط الضوء على الجوانب اللي احنا بدنا نركز عليها برفع الوعي، بانه احنا عن جد نركز عليها ونحطها تحت المجهر، ونركز عليها بانها هي نبرزها، هي اللي بخلي اللعبه تتغير، وبالتالي كل شخص فينا بصير مؤثر. بالضبط، المعنى الحرفي بالضبط هيك. يعني انه انا بطلت بدي بس شخصيه اكس للتاثير، انا من موقعي انا قدرت اعمل الفرق واعمل التاثير اللي كثير كبير. إيهاب، كلمتك الأخيرة لجمهورنا، لمجتمعنا، لأبناء الشبيبة اللي أنت هيك بحب أنك تتوجه لهم، لأنه إحنا عن جد بهذا البرنامج كثير بنسلط الضوء على أبناء الشبيبة ونقول لهم رسائل معينة. بحب هيك أعطيهم توصيات واحدة أو تنتين. الأولى، آمنوا بالأشياء اللي بتحبوها بالمعنى العملي مش بالمعنى النظري الوردي. بمعنى أنتوا حابين تعملوا إشي، شوفوا الأدوات، شوفوا الوفرة الموجودة، منصات التواصل ملاني، ونشروا، قيموا، تعلموا، خذوا العبر من الاشياء اللي عم تعملوها، واعلوا درجه. هي لفئه الشبيبه. الفئه الثانيه واللي هي اصحاب المصالح، او احنا كافراد اللي بنشوف منتجات وخدمات، دائما نتاكد مين الاشخاص اللي ورا هاي الاعلان، وهل احنا عمليا احنا مسيرين، بمعنى احنا بس نيجي ندفع وناخذ، ولا مخيرين نشوف في هون جوده، في شيء راقي هون اللي بسموها يعلي الفكر والمعلومات اللي احنا بناخذها كمتلقيين، ولا مجرد استهلاك. فاحنا بنقرر، واحنا بالاخر بناثر على المؤثرين لا يعرفوا كيف يكملوا. وإذا بدي أكمل فكرتك، فكل واحد فينا ببطل بس مستهلك، بيصير كمان منتج 100%. يعني بيقدر يصل لهذا المحل، ساعتها المجتمع بتغير 180 درجة عمليا مش نظريا. صح، وبنخلق مجتمع، يعني أفضل مجتمع، واعي أكثر، مدرك أكثر لوين بده يروح بكل الأدوات اللي عنده. وبكلمة واحدة، ملان وفرة بالأشياء الحلوة. صح، أنت ركزت كثير على هاي النقطة في حديثك، ويمكن هاي الوفرة اللي أنت بتحكي عنها لأنك أنت خبير، فيعني المعرفة هي قوة. صح، عشان الإنسان يستعمل هاي الوفرة اللي هي متوفرة، ويوظفها يعني في المحل الصح، ويوظفها في الأماكن الصحيحة. شكرا كثير لك إيهاب، شكرا على الاستضافة الحلوة، على كل ما تعمل يوميا، وايضا على حضورك معنا ببرنامجنا، وكثير اضفت لنا عن جد، هيك ركزت وسلطت الضوء على النقاط اللي كانت كثير، وإلي الشرف طبعا. الله يسعدك. بعد ما سمعنا اراء اللي حكى عنها ايهاب بتجربته الغنيه، واللي بنقدر نحكي انها من الاراء الصادقه والمهمه تجاه كل موضوعنا، رح ننتقل للشارع، على الشباب والصبايا، ونسألهم هل هن بيتابعوا أصحاب الأرقام على منصات التواصل الاجتماعي. نعم، بتابع كثير من البلوجرز على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. نعم، بتابع عدد كبير منهم. شخصياً ما بتابع أصحاب الأرقام واللي بسموا حالهم مؤثرين. بتابع أصحاب الأرقام والبلوجرز على مواقع التواصل الاجتماعي. بعد ما سمعنا آراء الشارع وكان عندنا أجوبة الشباب والصبايا، بسعدني أستضيف بحلقتنا اليوم سوار محمود أبو حسين وبراء عدنان ورنا بركات. أهلا وسهلا فيكم.
انتوا اصحاب التجارب، يعني احنا اليوم عم نحكي على كل قضيه التسويق والمؤثرين وقديش اليوم في ترويج للمؤثرين في قضايا معينه، فانتوا كمشاهدين او متابعين للمؤثرين بحب هيك اسمع ارائكم، ايش انتوا بتمرقوا تجارب قبال المؤثرين. فتعي نبدأ رنا فيك هيك، انت بتتابعي مؤثرين؟ ايه اكيد بتابع مؤثرين. ف والمؤثرين بتتابعين من هون ولا من بريت البلاد؟ بتابع من هون ومن برا البلاد، وبشوف يعني بتطلع هيك المؤثرين بيعجبوني بلفتوني وكيف هن بيقدموا الاشي ومحتوى تبعهم إذا كان إيجابي سلبي، وبعطي رأيي بالإشي يعني. حلو، كيف بتقرري إذا هذا إيجابي ولا هذا سلبي؟ حسب نظرتي طبعاً من تجاربي بالحياة لحد ما هون وصلت، وحسب المحتوى اللي بقدموه هن طبعاً. يعني مرات بتشوفين بقدموا طريقة مثلاً هن ناويين قدموا إشي منيح بس بقدموا طريقة غلط مثلاً والعكس صحيح، فلكل إشي في منيح وفي عاطل. حلو، وبراء كمان أنت عندك هيك هاي النظرة بأنك بتتبع متابع كتير مؤثرين؟ إيه طبعا تابع، بس الأكثر من بريت البلاد يعني. خارج البلاد أكثر خارج من داخل البلاد أكثر. فيش حدا مثلا اليوم بعجبك من الداخل؟ بلا لماله يعني فيه. حلو، فيه بس الأكثر من برا يعني. إيه رنا حكات على أنه هي بتنتقي، يعني بتشوف في إشي بعجبها بتاخده، في إشي بعجبهاش بتاخدهش، كمان أنت عندك هاي التجربة؟ طبعا يعني أنه مش أي واحد برايه يعني بيستحق ان اتابعه. حلو، ايش مثلا اكثر شيء انت بيعجبك؟ اي قضايا اللي انت بتحب تتابعها؟ من يعني واحد يكون له هدف بالحياه. حلو، واحد بوصل يعني اشياء لازم تنسمع بعالمنا برايي. يعني قضايا اللي لها مفهوم ايجابي، مفاهيم فيها رسائل، صح، فيها قيم. أكثر انت بتتابع هاي الامور. الناس يعني بدها توصل. حلو، صوتها لباقي العالم، مش مجرد انسان بعرض اشياء روتينيه او انه وين طلع وين راح. ايوه، يعني برايي هالاشياء مش كلها قد مهمه، مش هالقد بتاثر عليك، بياثر عليك اكثر القضايا اللي ذات اهميه انت بتحب تتابعها. هيك حلو. وسوار اذا نيجي نحكي عنك، ايش تجربتك اليوم مع المتابعه؟ انا نفس الشيء بتابع مش اي شخص، بحس انا متابعتي كشخص يعني بعطيهاش لأي مؤثر كان، بس بشوف مؤثر عنده مبادئ، عنده قيم، عنده هدف بده يوصله، وأنا بدي أعطيه هاي المنصة وبدي أدعمه بتابعه. أيوة، أما زي ما حكوا كمان إنه اللي بنشره روتين يومي وسفرات وهيك أشياء، مع إنه في كمان سفرات ممكن تكون هادفه إنه مثلا ينشر العالم وهيك أشياء، بس بحس اللي عنده هدف أو قيمة بده ينشرها أو بده يوعي جيل مثلا إسا، لأنه الجيل الصغير كله على السوشيال ميديا، فبهيك بتابع أنا هذول الأشخاص. الأشخاص اللي معن قضية زي براء، يعني مش أي حدا. مش أي حدا. طيب أنتوا تلات عم تتفقوا مع بعض على أنه أنتوا بتنتقوا بتختاروا أشخاص اللي ذات تأثير إيجابي أو محتوى بيعجبكم أو محتوى فيه قيم أو رسائل معينة. طبعا. أبناء جيلكم الآخرين بتشوفون بتأثروا هيك زيكم ولا أكثر؟ يمكن في ترويج لمواد تسويقية أكثر؟ رنا برأيك أكثر من النوعين، بس حسب برأيك ليش بيروحوا لمثلا، يعني في ناس مثلا بتسمع إنهن مثلا بقلدوا حدا معين أو بتبعوا حدا معين بحبوا إنهن يتبعوا، مثلا مثل حكت عنه سوار قضية ناس اللي بتنشر قصة حياتها يوميا وإيش عم بيصير معها كل لحظة. برأيي الإشي مثلا بيجي من توعية الأهل بالأول من الصغر، إنه هل الأهل أعطوهن هاي القيم اللي لازم يفرجوها إياها؟ حلو. القيم اللي لازم البني آدم وهو صغير يطلع عليها، إن كان حلو. قيم إنسانية، إن كان أي إشي قيمة منيحة يعني. بالآخر يعني إحنا كجيل لازم لما نتابع حدا نعرف عن جد نعطي حقه، لأنه هذا اللي منتابعه هو بيأثر، إذا ما أثرش علي يمكن يأثر على غيري، فإحنا لازم نطول إنه نعطي حدا عن جد اللي يأثر بشكل إيجابي كثير. وبالفعل يعني براء بيصير حوار بينك وبين أهليكو على هالقضايا ولا الأهل بعيدين عن هاي الأمور؟ لا طبعاً 100% يعني هالأشياء إنه برأي لازم تكون من قبل الأهل يعني تشرف عليها إنه مين يتابع ومين هيك. يعني أهلك مثلاً بيعرفوا أنت مين بتتابع؟ طبعاً حلو. برأيي هذا إشي مهم، يعني لازم كل أهل تعرف شو أولادهم بتابعوا هيك. لأنه برأيي هن أوعى منا وبوجهونا
للطريق الصحيح، يعني بيقدروا يوجهوا انه هذا مضمون ايجابي، هذول اشخاص مع قيم او الى اخره. ايش الوسائل؟ تيك توك اكثر؟ اكثر تيك توك ولا انستغرام؟ انستغرام، هذول اكثر شيء عم تستعملوهن اليوم حاليا؟ حاليا صور انت بتشوفي انه مثل ما سالت رنا، ابناء جيلكو هن اغلبهن زيكو ولا اغلبهن بالعكس من الفئه الثانيه اللي هي اكثر تسويقيه وفنانين وناس اللي هن يعني بيبيعوا محتوى اللي هو تجاري؟ بعرفش النسبة، بس أظن إنه القسم الثاني هو النسبة الأكبر، لأنه منشوف شو بيصير بمجتمعنا اليوم. فهاي الإشي بتيجي من قلة توعية لعند الشخص اللي هو بكون يتابع، فهو بكون تقليد أعمى، هذا تمسخر، هذا عمل مقلب، هذا بعرف شو. فبحس إنه القسم الثاني هو الأكبر، لأنه منشوف اليوم عنا ملان قضايا يعني تصير بالمجتمع، قضايا تافهة قصدك أو سيئة طبعاً. أو إساءة أو هذا تأثير سلبي بظهر على المجتمع يا إسا على هاي الأشياء اللي بتصير. أيوة. يعني أنت عم بتقولي إنه قادرة أنتوا تميزوا، أنتوا ثلاثة قادرين تميزوا، واللي منكم بحب يجاوب يعني مش بالضرورة بالترتيب. قادرين تميزوا مفهوم الإساءة أو مفهوم الأثر السلبي؟ طبعاً أكيد أكيد. قادرين تشوفوا إنه في أثر سلبي، في طبعاً. إساءة، في تحقير لمفاهيم معينة؟ ايه 100%. صح. رنا حابة تحكي إشي أكثر على هذا الجانب؟ صراحة إنه في مثلا إحنا أبناء الجيل هذا، إذا إحنا كنا أو الأصغر بتشوف الصغار، يعني الأهل مثلا بيعطوهن خلص من هن جيل صغير يخفش شو بدهن يعملوا، يطلعوا شغل حر. إشي حر بالضبط، و بتابعوا اي شخص كان، وهن بيعرفوش اذا هل عن جد بقدم إشي منيح ولا عاطل. ما انا بولد صغير ايش بعرفني انا شو؟ صح. بشوف بقلد. ايوه احنا هيك يوم احنا صغار، يعني اللي بنشوفه بنقلده طبعا. لما يقلده، لما تعمل إشي غلط مثلا، المفروض يكون في وراه سند اللي يقول له لا هذا غلط، هذا صح، هذا هيك، ويمشي على الطريق الصح. مفروض انه يكون، يعني عم تحكوا على دور الاهل بشكل كثير كبير. براء، حسب رايك الاشخاص بابناء جيلك او في العالم اللي هن بيتبعوا، هني مدركين للمساهمة تبعتهن المادية بأنك أنت كل مرة بتأثر، كل مرة بتشجع مؤثر أو تشاهد لمؤثر معين، أنت بتزيد له الريتنج، بتزيد له الترويج، بتزيد له وهيك هو بيحصل على مصاري أكثر. هل هاي القديمة مثلاً أولاد جيلكو واعين لإلها، مدركين لإلها؟ برأيي لا، لأنه مثلاً الواحد بقول يعني إنه إذا أنا مثلاً ألغيت هاي المتابعة انه شو بده يأثر؟ شو بده يأثر؟ يعني بس واحد على واحد على واحد الفعل بتقدروا تعملوا الفرق. سوار، برايك المؤثرين عندنا هون في منطقتنا، من فنانين، من مؤديين، من مؤثرين اللي هن ما عندهم حتى رساله فنيه، يعني في ناس بالعكس اذا هو فنان ومنتابعه يعني عنده محتوى اللي هو فني، بس في كثير ناس اللي ما عندهم محتوى، برايك هدول الناس ونجحوا واليوم صار عندهم كتير دخل عالي ويمكن في ناس بتروح تلحقهن وشو ما بيشتروا أواعي بيشتروا زيهن وشو ما بيلبسوا وين ما بسافروا بيلحقوهن وهيك، برأيك هاي قضية منصفة عادلة؟ يعني حدا بيروح بتعلم 20 سنة بالجامعة، واحد بيروح أو واحد بيشتغل بمهنة وبيكون محترف فيها هالقد قوي، واحد اللي هو بس مجرد أنه عنده كتير لايكات، فهو نفس الشيء برايك هذا النجاح؟ لا، غير عادل صراحة، لأنه في فرق بين واحد يكون عنده مهنة وتعلم وشهادة ويقدم محتوى، ممكن هو يقدم محتوى كمان بس يكون هادف وهو متعلم تعب على الإشي. حلو. مثل مش زي إنه واحد طلع صح الصبح صور صباح الخير بعدين فطور بعدين يعني روتيني اليومي، لا مش عادل صراحة. بس للأسف بمجتمعنا اليوم هذا الإنسان بنجح أكثر من الإنسان المتعلم. حتى صرنا، ليش فكرك يا سوار؟ المجتمع، ليش مجتمعنا، وعملتوا فرق هيك ما بين المجتمع الغربي ومجتمعنا يعني مؤثرين غربي، ليه فكرك بأنه المجتمع تبعنا عماله يعني يلحق أشخاص اللي هن من غير محتوى ومغزى معين؟ يعني ما هو إذا نرجع إحنا لسبب نجاح هذول الأشخاص، هو إحنا اللي بنعملهن ناجحين. فبرجع الإشي على قلة توعية، ممكن المجتمع صاروا يتابعوا كل إشي تافه، كل إشي سخيف،
كل شيء بده، وكمان يعني قلة توعية هي بالرئيسية. برضه في ناس هاد في النبتات. ما هو أنا بحكي عن اللي مش هاد. أنت بتقولي إنه موجود يعني بدائل ناس هاد في ناس. طبعاً طبعاً طبعاً. بس إحنا إسا بنحكي عن اللي مش هاد فين. أيوة. إنه هن المجتمع لما يتابعهن وبكون عنده قلة توعية، مفلسين، ما عندهنش إشي بالحياة بس بدهن يتابعوا. بالضبط هذا هو سؤالي كان. يعني بتتخيليش ساعات بروحوا وهن على الإنستا. هذا سؤالي أنا يا سوار. أنا بقول يعني رنا وراء سوار، يعني شو اللي بدفع شاب أو صبية إنه يقضي نهاره على الشاشة يتبع فلان وعلنتان؟ يعني إيش اللي بدفعك؟ مرات وقت الفراغ يعني منعبي الفراغ الزيادة عن اللزوم، فيش عندي إشي أعمله يعني. لو أنا بشتغل بلحقش إني أتابع. صح أكيد. هن المؤثرين أو من نقدر نقول أصحاب الأرقام. أصح إن مش أيوة أصحاب الأرقام. أصحاب الأرقام بيلعبوا على الوتر الحساس، يعني بيعرفوا شو إحنا بدنا، الجيل الصغير شو بده، المجتمع اللي هو عايش فيه شو بده، شو أنتوا بدكم. يعني ممكن مثلا المقالب، المزح، الأشياء المضحكة مثلا، بس كلها فيها أشياء يعني وقيم غير مباشرة بتتقدم منها، بس الأطفال والأهل طبعا مش عارفين يعني شو الاشي. يمكن انتو صرتوا واصلين لجيل اللي تقدر تميزوا انه هاي مقلب، هذا نهفي، هاي هدفها زيادة ترويج وضحك وكذا ترفيه، بس ابن صف ثالث رابع مش رح يميز هذا الامر. براء، اذا بدي اجي هيك لعندك، كونك شاب واكيد في كثير، حسب رايك الشباب اليوم بجيلك كذكور ايش اكثر اشي بتبعوه بهمهم بجيلك؟ ممكن أكثر. يعني رياضيين بتبعوا ايش بتبعوا اكثر؟ مشهورين من ناحيه بيلبسوا ازياء معينه وبيروجوا لها، ايش بهمهم اكثر؟ برايي قضيه الرياضيين، وممكن كمان السيارات وهالاشياء اكثر شيء اللي بتجذب يعني اكثر شيء للشباب. صح، يعني هون هذول المجالين بجذبوا الشباب. صح. أكثر. رنا برأيك الفتيات الصبايا إيش بيجذبهن أكثر؟ الملابس، أدوات التجميل. صحيح، يعني أنا بشوف إنه كتير صبايا كل الوقت موجودات على أدوات تجميل، ملابس، وتسويقهن بتم من خلال إنه فلاني لابسة هيك، فلاني بدي ألبس زي فلاني هيك، وهي منيح حياتك. يعني لو انتم اليوم هيك عندكم مسؤوليه بانكم عن جد انتم تكونوا تديروا كل هذا الجانب، تكونوا مسؤولين باداره، ايش المضامين اللي عن جد بتقيموها بتاتا بتقولوا ممنوع تكون، وايش المضامين اللي بتخلوها؟ الإساءة للشخص الغير عشان كسب متابعين، يعني التنمر. التنمر هاي المقالب اللي هي أنا ضحك المتابعين، بس أنا بسيء للشخص اللي قبالي طبعا. يعني أي مضمون فيه إساءة للآخر بتقيميه طبعا. حلو حلو. براء إيش كنت بتقيم؟ كمان آيات إعلان أو آيات تصرف بورجة قديش الواحد بصرف أو إنه في بذخ يعني. يعني هالأشياء اللي هو للأسف اللي هو مش حقيقي، يعني إيش اللي هو بس صوري يعني. بس شوفوني يا ناس يعني. شوفوني يا ناس. هالأشياء إنه لازم تنقام، لأنه في كثير أطفال وأشخاص يعني يوم يشوفوا هاي الناس بتفكر يعني بقول ليش أنا ما عندي شيء. أيوة. ليش أنا بقدرش أشتري؟ ليش قضية المقارنة يعني؟ أنا بقارن حياتي مع الآخرين. بالضبط، في كم ناس أو أشخاص صارت تقارن يعني حياتها مع هاي المؤثرين اللي هني مع الأسف بعتاشوا على هاي الإعلانات. هي مجرد إعلانات اللي بقدموها وبخذوها يعني بحصل عليها بالمجان. أيوة، بتسوق لمنتجات معينة. يعني شوفوا الفكرة، إذا أنا بقلد براء مؤثر، فأنا بقلد لبسه، فأنا بروح بشتري من زي أوعيه، فهيك المحل كمان التجاري بيرباح. وبراء بصير عنده كتير فولوورز، وشوفوا قضية كل القضية والحلاق اللي براء بيحلق عنده كل إشي بتبع براء. شوفوا الفكرة بتكلف يعني في بعض المؤثرين بس الأشياء هاي النقطة. قديش برايك صح أو بحق كل هذا البذخ اللي حضرتك عم تحكي عنه في قضية يعني إنه مجرد إنه رايح أنا على محل معين تجاري لمجرد إنه فلان موجود هو بتقاضى 4000 5000 شيكل بالليلة أو بالسهرة أو إلى آخره، هذا بحق برأيك؟ لا طبعا مش بحق.
ليه تنو ياخذ اربع ليش تنو ياخذ هالمبالغ الكثير بينما في دكتور مثلا او ايات واحد يعني بتعلم شيء ثاني اي صاحب مهنه ثاني ما بيحصلش على هذا المبلغ بس في ناس بتاخذ هالشيء كمهنه في المؤثرين بهذا الناس اللي هن يعني هاي مهنتهم هاي هي معيشتهم برضه بنرجع للمحتوى يعني إذا كان مثلاً بقدم محتوى منيح وهيك مرة عملوا مثلاً إعلان ترويج إشي منيح برضو أو مثلاً يعرفون على بلد معين أسألك سؤال رنا المحتوى اللي هو مكتوب يعني بمعنى بيصدر هيك مقولات مكتوبة أفكار مكتوبة بيقلوا نفس الأثر زي الصوري؟ لا أكيد الصوري أقوى أكيد بكثير أخرى أوكي وحكيتي على المقارنة بتشوفي أنه بنات جيلك بيقارنوا حالهم مع مثلاً مفهوم الجمال مفهوم مقاييس الجمال في هاي القضية؟ لا أكيد كثير أخرى وفي سمعتوا عن حدا اللي هالقد تأثر سلبيا مثلا اللي بنت مثلا مش قبلانة حالها أو ولد مش قبلان حاله أو ما سمعناش بس إلا ما يكون فيه أكيد فيه في قصص أكيد كثير فيه. طب إذا بدي أسألك سوار يوم الأيام إنك بتكوني صاحبة محتوى أي محتوى مثلا بتحبي تأثري فيه ممكن للمستقبل المهنة اللي أنا دكون فيها لحد إسا يعني أنا بعرفش مهنتي بس للمستقبل المهنة اللي بدي أكون فيها ممكن أكون أنا مؤثرة بهاي المهنة إنه مثلا أكون محتوى للمهنة اللي أنا يعني عندي تدعميها بالضبط. يعني أنت عندك الأساس في مهنتك وعملك اليومي بس عشان تقويه وتدعميه فبتستعملي هاي الوسائل لتقويها صحيح. أوكي حلو إيه براء هل بتفكر بمجال معين؟ إذا بدي أصير مؤثر يعني إنه بإيش طبعاً إذا إن شاء الله قررت إني بالمستقبل أصير مؤثر أو هيك طبعاً راح أكون أؤثر بإشي يعني إله هدف بالحياة قضية ذات قضية أوصل إنه رسائل مش مجرد وين رحت وشو لبست وشو هالأشياء حلو حلو مع الأسف يعني بعض الناس أو بقدر أقول الغالبية بتدور على هذا الإشي بس لا طبعاً إحنا نكون نوصل رسالة وأبرز أشياء مع الأسف كثير في ناس نسي هالأشياء صح اليوم القيم كمان مفهوم القيم بالضبط رنا إذا أنت كنت اليوم عن جد بدك تكوني مؤثرة وعندك كثير متابعين في أي قضية كنت بتحب تكوني مؤثرة أكثر قضية الإنسانية إنه البني آدم يكون إنسان قبل ما يكون أي إشي بده إياه حلو لأنه الإنسانية هي بتعمل كثير أشياء فأنا لازم أتقبلك كيف ما أنت مش إنه أجد أشوف إشي معين فيك أنا بعجبنيش خلص أحط عليك علامة سؤال إنه لا وغير هيك إحنا كمان نقدر نكون مؤثرين بدون ما يكون في عنا عدد نقدر نأثر على مجتمعنا على أصدقائنا نقدر نأثر هيك إشي يعني هاي الفكرة رائعة اللي عم تطرحها رنا إنه أنتوا اليوم حتى من موقعكم هاد أنتوا قادرين تأثروا لا توصلوا صوت تأثير مش بالأرقام بالزبط. يعني ملان ناس عندهم أرقام وملايين بس هن مش مؤثرين جودة القول اللي عم بتقولوه وهنا هذا بيجيبني عن جد لإلكوا الثلاثة إنه أنا فخورة إنه عندنا شباب وصبايا زيكو في مجتمعنا اللي عندهم قول وقادرين يميزوا ما بين المحتوى السلبي والمحتوى الإيجابي وقادرين ينتقوا ويختاروا المحتوى الإيجابي ويكملوا فيه ويشجعوه وكمان إنهم يكونوا هن بيوم الأيام مؤثرين في قضاياهن اللي ذات أهمية بالنسبة لهم فشكرا كتير لسوار ورنا وبراء شكرا كتير على حضوركم معنا وبتأمل النجاح لكم بكل طرقكم في المستقبل سلام الله يسعدك بعد ما التقينا مع أصحاب الخبرة وأصحاب التجارب فاللي هن عندهم تجاربهم الشخصية بنروح كمان مرة لمراسلتنا بالشارع تسمع آراء الشباب والصبايا هل بتأثروا فعلا بإعلانات المؤثرين صراحة لا بتحمسش بالمرة لأنه هن هدفهم بالأول بالأخير هو الربح لا غير وكان إن كان مروج للسلعة إن كان بلوجر أو شركة إعلان بالنهاية هن هدفهم الأول والأخير هو الربح يعني بصير عند المتابع هدنا نقول هوس أو نقول تقليد أعمى للشخص فبصير بده يشتري هاي الماركة بالبداية ماشي ورا جملة كل من تتابع قل لك من أنت عشان تعرف إيش المصداقية تاعت الإنفلونسر أو البلوجر خاصة مش عن جد كلهن الناس اللي بيكون دعايتهن مزبوطة يعني بالآخر هن بيهمهن بس المعاش اللي بعد ما بعد الإعلان 99% منهن بيكون بس إنه خلص أنا بعد ما أقدم المنتج أو الإشي المعين خلص أنا عندي معاش ثابت وراه مش مهم يعني المجتمع مش مهم بالآخر وبس شخصيا أنا على إدراك تام إنه أي شخص قاعد بيعلن لمنتج معين هدفه الأول والأخير الربح المادي
لما قبل فترة بسمع بالأخبار إنه مؤثر طلع وإعلن عن مدينة ألعاب اللي هي موجودة على قلب مستوطنة يهودية. هاي المستوطنة انبنت على أراضي فلسطينية بعد ما هجروا وقمعوا الفلسطينيين اللي كانوا عايشين فيها. هذا المؤثر عارف إنه بالآخر كلمته وعارف إنه الإعلان اللي عم بيروج له رح يأثر على كثير من شبابنا خصوصا الأطفال. أطفال عم بتشوف إنه في مدينة ملاهي اللي أنا عم بتابع رايح عليها دوري رح تروح تقنع الأهالي إنها تروح بدون ما تعرف شو هي الخلفية الوطنية لها المحل. بالتالي لما المؤثر طلع إعلن لهيك موضوع الأطفال راحت على هيك محل، الاحتلال كان ناجح بأنه يبعد أطفالنا شوي شوي عن قضيتنا الفلسطينية بشكل تدريجي بدون ما الأهل تنتبه أو حتى الأطفال أو من قلة وعي عند المؤثرين. بعد ما سمعنا الآراء المتعددة على كل ما يتعلق بالمؤثرين ووجودهم اليوم في مجتمعنا، رح نرجع في لقائنا المميز مع الإعلامي مصطفى قبلاوي. مرحبا مصطفى. حياتي سريدة إليك ولجميع اللي عم يشوفونا حاليا من خلال المساواة. احنا اليوم في حلقتنا بنقطة وسطر جديد كتير طرقنا لكل قضية المؤثرين مع محتوى، المؤثرين اللي هن حصلوا على شهرتهن من خلال عدد المتابعين لإلهن. ففي هيك تساؤل، قديش بنظرك اليوم الواقع اللي عم بيصير معاهم بالفعل هن بحق عم بيتقادوا هاي المبالغ الطائلة مقابل تواجدهم في مكان معين أو تسويقهن لمنتج معين أو لمحل تجاري معين؟ قديش برايك هذا بالفعل المبالغ هي بحق عمالهن بيستحقوها؟ سريدة، حقيقة الإجابة على هذا السؤال قد تكون على ثلاث مسارات. يعني أنا بشوفها مش جواب واحد باتجاه واحد، على الأكيد هو متشعب. أولا لما بنقول مبالغ طائلة، إحنا بنقول إنه المبلغ بنظرنا، ممكن بنظرك جزء من اللي بتابعونا، إنه مبلغ كبير. ممكن بنظر البعض الآخر إنه قياسا بالنتيجة هو مش مبلغ كبير. يعني قبل 20 سنة من اليوم أو 10 سنين كنا نستعمل لافتات الشوارع أو ما يسمى بالبيلبوردز، وكنت ممكن مرات تحطي نفس المبلغ أو أكثر بمنيح عشان الناس تشوفك، بس إذا مرقت من حد لافتة واحدة أو لافتتين في مدينة أو بلدة معينة، وبالتالي كنا نقول تمام هيك الأسعار وهيك الأمور بتمشي. اليوم لما صارت الشغلة الترويجية مرتبطة بأشخاص، بيكون عندنا بالنسبة لنا عن جد وصلت لعنا على المحل أو على المطعم أو على المصلحة 10 دقائق نص ساعة وبدك تأخذ مني كذا ألف، السؤال شو النتيجة اللي أنا عم بحقق لك إياها؟ هذا هو السؤال. بالفعل في نتيجة؟ يعني هل عن جد بالتأكيد بالفعل؟ لو ما كانش هيك كان ما كملوش، ولو ما كانش هيك كان شركات التجارية الكبيرة مثل كوكاكولا أو حتى غيرها، عم بجيبها على سبيل المثال، مثلا ما صارش في 40 أو 50% من ميزانيتها معد للبلوجرز أو للناس الموجودين على قلب منصات التواصل. واضح أنه هي الآلية الجديدة اليوم لرفع المصالح والأذنات فيها. بس بدي أقول كمان شغلة تانية سويدة إذا تسمحي لي قبل سؤالك الثاني. الموضوع غير مؤطر أو قبل تعليق الآخر. يعني قبل التعليق بدي أقول لك بس أنه كمان الموضوع كله فيش فيه حدود. يعني حتى لما بنحكي على اعتداء على الشبكة اليوم، فيش قانون بحميك على خصوصيتك على الشبكة، فيش قانون بحميك. وكمان إعلانك على الشبكة من خلال استخدامك أو توظيفك لأشخاص، فيش حدا عم بيحدد لهم هاي القيمة. إحنا اليوم معلم مدرسة بنعرف شو بأخذ، مذيع في راديو أو في تلفزيون بنعرف شو ممكن يكون يتراوح أجره. ولكن صحيح. هون الفضاء، يعني إذا أنا مصطفى باجي بقول لك سريدة أنا بدي 20,000 وأنا بقيم نفسي هيك، أنا حر لك الحق تقولي موافقة أو لا، بس بالنهاية ما فيش شيء عم بيأطرني أو بحددني لا قانونيا ولا رسميا ولا نقابيا. وهون الإشكالية الحقيقية. أنا موافقة تماما معك. بالفعل المعايير هي متنوعة وما في حدا بيقدر يحددها اليوم بهذا العصر اللي ما في سقف واضح لكل، يعني ما في سقف واضح لكل هذا العالم. بس أنا بدي أقوله أنه إذا إحنا بنيجي منقارن ما بين محاضرة اللي بروفيسور حد تعب عليها يعني بتقاضى أجرها 3000 شيكل على أساس حضر لإلها 4-5 ساعات وقدمها بمدة 40 دقيقة، مقابل أي شخص اللي عنده آلاف المتابعين اللي بتواجد مثل محاضرتك قلت 10 دقائق في مكان تجاري وبيقبض 10,000 شيكل. يعني هل
هاي المقصد قديش بالفعل المقابلة هاي يمكن يعني فرضيا انت تقول لي المقابلة هاي غير صحيحة ما بينفع تعملي هذا المقابل مش عادلي انا موافق معك بس الحقيقة مش عادلي يعني اليوم ياريت عندي جواب على هيك ياريت عندي جواب لي أبوي لازم يشتغل 12 ساعة عشان يطلع تلت اللي بيطلعه مؤثر موجود في محل تجاري لربع ساعة صحيح مش عنا إجابات ما أنا وإنتي بنقعد بشغلنا يوم كامل صحيح ومتعب وبتنحرق أعصابنا وبيكون أجرنا يعني الشهري لا يتروح بين أجر الشيء بيطلعوا بيومين مرات كتير بعض أصحاب الأرقام بس الموضوع مش عادل الموضوع أنه هون في سوق رائج في سوق اللي عم بحقق نتائج وبجيب إعلانات والناس ماشي وراه وأصحاب المصالح عم بيروحوا لهناك بدي أقول إيش على مسؤوليتي المتلقي إحنا اليوم عايشين في البلاد وفي العالم موجة غلاء أسعار مخيفة سواء إذا بنحكي على المحروقات أو الخبز أو الكهرباء أو حتى الفترة الجاية رح يكون الحواسيب تعال نطلع على دورنا كمستهلكين إذا أنا بوقف أقبل بغير الحدود يعني إذا اليوم في منتج معين بدي أروح على علبة حمص عم بتنباع لي ب 30 شيكل وهي بتسوى 15 إذا أنا بترك كجمهور متلقي كمستهلك العلبة الغالية وبروح لرخيصة وبدعمها العلبة الغالية رح تتراجع الشركات بدها إيانا نفس الشيء كمان أصحاب الأرقام نفس الشيء تعامل المصالح إذا أنا بدي أجيب سريدة أسعد تزورني اليوم في المصلحة تبعتي وأنا شايف إنه هي بتقول لي أنا بدي مبلغ خيالي وأنا موافق عليه بدون نقاش موافق عليه على أساس هاي هي القضية يعني هل يعني إحنا حكينا على إنه يمكن هون ما في معايير واضحة ولا ثوابت بس السؤال هو يعني إذا أنت حكينا على شغلتين شغلة الخصوصية اللي أنا كمان بهمني نحكي عنها وقديش في مصداقية وما فيش مصداقية كمان هاي قضية واللي إذا بدنا نيجي نحكي إنه مين هو اللي بيختار يعني صاحب متجر أنا بفكر إنه هو عنده القدرة العقلية والمفاهيم الاقتصادية اللي هو عامل دراسات وبيعرف إيش رح يكون فيه من وراء ربح من وراء هاي الدعاية أو لا بينما تعال نيجي نحكي لأبناء المراهقين الشباب والصبايا اللي ما عندهم قدرة على أنهم حتى يحددوا هالمحتوى هاد قديش هو محتوى ملائم لإلي أو هو محتوى غير ملائم لإلي وكيف ممكن أنه يعني هن يتأثروا ويلحقوا هالمؤثرين وكمان مرة بين قواس مؤثرين لأنه هل هني مؤثرين على طول ولا هني مؤثرين لفترة زمنية محددة وفي مضامين معينة فبدي هيك نحكي أكثر على هذا الجانب أنا بقول سريدة أنه التأثير فعلا بوافق معك لا يمكن قياسه وبالتالي بنفعش نقول شو يعني تأثير غير لأنه هذا الموضوع فعل تراكمي وبحجم مرات لسنين طويلة تنفهم أنه محمود درويش أثر على طريقة الثقافة الفلسطينية أو أسلوب مثلا فبالتالي اليوم الموضوع مش بهاي البساطة أنه استعملنا كلمة مؤثرين أنا دائما بفضل أقول أصحاب الأرقام واللي حتى يعني بعتبر نفسي منهم بس بقول أنا من أصحاب الأرقام الناس اللي عندها عدد من الفولورز يعد كبير نسبيا للبيئة المحيطة فيها يعني اللي سألتيه هو سؤال تربوي كتير اللي أنا بآمن إنه أولادنا ممكن ما يميزوا وعشان هيك عم نسمع اليوم طفلات وأطفال عم بيقولوا إنه حلمهن لما يكبروا يصيروا بلوجرز كأنه هاي مهنة صارت تشكل نوع من الشغف إنه يوصلوا لها وبالذات جزء من أطفالنا مراهقين خليني أقول بشكل أدق عم بيسعوا للربح السريع ولما بشوف أنا إنه في شاب عمره 18-19 لأنه بيعمل فيديوهات تيك توك صار بيقدر يشتري بيت وسيارة أكيد بسأل حالي إذا أنا بدي أكون بهذا المسار ولا لا أو على الأقل كمراهق أكيد بغريني إنه ليش لا مبين مسار سهل وفيه نجاح يعتبر مضمون العالم المحيط عم بيكون كمان يعني يدللك ويتعامل معك بمنطق إنك أنت من المعروفين أو اللي بتستاهلوا معاملة خاصة هون في دور كبير للأهل أكثر من أي شخص آخر للمدرسة لكل إطار تربوي للأخ الأكبر الأخت الأكبر للناس الموجودين بالغين حوالينا لأنه بالكثير من الأحيان بالذات المراهقين في مراهقتهم الأولى في السنوات الأولى قدرة التمييز بتكون يعني مسروكة بيكونوا عم بنجذبوا لتفاصيل ولقشور اللي هي بتغريهن إنه هذا هو العالم المثالي اللي أنا بحب أكون جزء منه لا شك إنها معضلة بس فيش شو نساوي منها معاها لأنه اليوم هذا هو شكل عالمنا كمان هاي مسؤولية على الأهل والمربين والمربيات اللي عم بيسمعونا إسا إنه يأخذوا بعين الاعتبار قد ايه مهم أعلم ابني يختار المحتوى اللي بده إياه الأسس اللي بده إياها إسا مش عم بقول إنه المحتوى السطحي مش مفيد عشان وأنا بدي أسمح لحالي أقول أغلبنا بنصحى مرات من النوم أو بيكون في ساعة من النهار اللي منقلب التليفون عم ندور على ما يسمى تراش إحنا مندور على ترهات بدنا أشياء تمتعنا تضحكنا نشوف فيديو خفيف بدون أكثر من لازم جهد وأحيانا أشخاص بيحققوا لنا هاي الغاية وهذا طبيعي أنا مش أحضر كل حياتي على يوتيوب محاضرات وأطلع من شغلي أسمع بودكاست تربوي
يعني الأمور ممكن تمشي هيك لحد معين من النهار، بس ضغط الحياة بخليك تهرب لأغنية، لسكتش، لموقف مضحك، أو حتى لإنسان عم بعطيك محتوى خفيف. بس أنا بأمن إنه أولادنا لما يكبروا أكثر بوجود أهل داعمين، بوجود مجتمع بيقدر يسندهم بالمعلومات والمسارات الصح، لا ضرر إنه منهم يكونوا الناس موجودين على الشبكة وعندهم أرقام بس عم بيقدموا محتوى جيد. أنا بقدرش ألغي قديش في ناس اليوم بيسافروا وبعطوني معلومات رائعة عن ثقافة السفر، وقديش في ناس تربويين أو حتى معاملات اجتماعيات اللي عم بيسافروا هذا المكان. بس مصطفى، هل بالفعل هاي الأشخاص هي مؤثرة؟ يعني إحنا بنعرف اليوم إنه المؤثرين أصحاب الأرقام، مش المؤثرين، أصحاب الأرقام اللي هن الأثر الأكبر على أبناء الشبيبي أكثر بكثير حتى من أهلهن لهدول الأبناء الشبيبي. يعني قديش اليوم بالفعل الواقع الجديد، فيعني أنا كنت بفكر يعني إذا بنسأل حالنا سؤال قديش إني كمؤثرين أو كأصحاب أرقام ممكن يكون إلهن حتى توجيه بأنه يعني يصدروا محتوى جيد كمان في محلات معينة، يعني ممكن هن يكونوا الأداة، ممكن هن يكونوا الأسلوب اللي إحنا بدنا نصل له، يعني من خلاله نوصل الرسائل، لأنه هيك صار إلهن تأثير. يعني وهذا بيجيبنا لموضوع الخصوصية، يعني ليش أنا لازم أعرف إذا الشخص اللي هي بمجال معين، من غير ذكر أسماء، من غير ذكر طبعا مجالات معينة، لازم أنا أشوفها وهي تفطر الصبح، ولازم أشوفها وهي تتغدى الظهر، ولازم أشوفها بأي حفلة هي طالعة وبأي عرس هي عم تشارك؟ ليش لازم؟ نفس منطق لما كان تسمع صوت سيارة بالدار وإحنا صغار وأمك تقول لك طلع على الشباك من عند الجيران. عادة الفضول الإنساني قاتل، إحنا بننجر وراء. أنا دائما بقول إنه الأبليكيشن اللي بدها تحتل العالم الفترة الجاية هي اللي بتكشف أكثر، يعني اللي بدها تفوتنا على عوض النوم على الحمام، واسمحوا لي بالتعبير، بس إحنا وصلنا لهاي المحلات اللي الفضول الإنساني مش عم بيشبع. وطالما أنت عم تعطيني مادة عم بتفوتني على تفاصيل حياتك، علاقاتك، أنشطتك، رح تكسبني أكثر، رح تأخذ اهتمامي أكبر. إذا بتشاركني مشاعرك في بعض الأحيان، إذا بتنهار انهيار إنساني وبتبكي قبال الكاميرا، ممكن أتعاطف معك. الموضوع بالنسبة لكثير من الناس هو بالمبدأ الأساسي تسلي، والمبدأ الثاني ممكن يكون بداع النقد. يعني كثير من العالم اللي بيتابعوا كمان ينتقدون الصوت اللي أنت عم بتجيبيه سريدة اليوم، يعني ملايين عم بيجيبوه بس هني بيتابعوا كمان. أنا عندي نقد على الكثير من أصحاب الأرقام، بس هذا ما بيقول إني مش عامل لهم فولو، مش عم بتابع، مش عم بطلع على شو عم بعطوا. سبهمني أعلق على نقطة محاولة ترشيد المحتوى تبعهم. بأمنش صراحة بسهولة إنه هاي الأمور بتصير، لأنه مرات إذا يعني أصعب بفكرش إنه اليوم أصحاب الأرقام حدا مع 500,000 رح يجي يسمع مني أو من سريدة أو من أي شخص آخر إنه تعال نحاول نشتغل على محتواك ليصير قيم أكثر، لأنه هاي بنظرتي أنا بقيم محتوى إنه غير قيم، ولكن هو ممكن يشوف إنه عم بعمل أفضل شيء بالعالم. صحيح. وإنه عم بوصل رسائل من كل محل عم بقولوا له برافو منحبك وخليك هيك. طبعا. فبالتالي العملية أصعب. يمكن إحنا أقدر على تربية أولادنا إنهم يكونوا أصلب، إنهم يكونوا أثبت، إنهم يكونوا واعيين للي بيصير حواليهم، وإنه من فهمن إنه الموضوع مش عاطل إنك تكون من أصحاب الأرقام. السؤال شو بدك تقدم من خلال للمتابعين تبعونك لهي الأرقام اللي فعلا عم بتتابعك، مش مجرد إني أنا بدي أعمل مقلب فيك أو أأذي غيري أو أعلق على الناس. يعني في مؤثرين اللي طلعوا من وراء مقالب اللي فيها نسبة كبيرة من احتمالية الأذى، خليني أقول أيوة، الجسدي على الناس. وفي ناس اللي كان يعني بدايتها كانت بالأساس إنه عم بيصوروا ناس تانيين وبتنمروا عليهم. صحيح. يعني هاي كانت بدايات اللي العالم أيدتها وشجعتها وصار عندهم آلاف الفولورز أو مئات آلاف الفولورز من وراء عادي غير مقبول، لا أخلاقيا ولا اجتماعيا ولا دينيا ولا بأي منطق، ولكن بتلاقي الناس عم تدعم وعم تتابع. فيمكن شغلنا الحقيقي هو على المتلقين وعلى المستهلكين إذا بدي أسميهم هيك، أكتر بكتير من ما نشتغل على أصحاب المحتوى أيا كان محتوى جيد أو غير جيد. وهذا بيجيبني لآخر سؤال مصطفى، قديش بالفعل اليوم مفهوم الخاص قبل مفهوم العام صار فيه بالفعل يعني فيه هذا الخط الواضح، ولا صار فيه بلبلة صار فيه خلط وبطل في عنا إمكانية إنه نحافظ على الخصوصية ونحترم الخصوصية؟ وكلنا بنعرف قديش قبل شوي أنت أعطيت مثل القضية الانفعالية اللي ممكن أنا أتفاعل معها، ولكن قضية إني أتمتع بأي حدث اللي ممكن يكون سلبي وخاص جداً لأشخاص معينين، فقديش هذا الحدود واضحة بيناتن؟ يعني يمكن إذا بنتابع الموضوع مع مختص في علم النفس لابد نلاقي إنه إحنا عندنا كبشر
بعرفش إذا بسمح الحلقة أقول هيك، نوع من المتعة إنه مرات حتى نشوف غيرنا عم بتضايق، عم بخسر، عم بحارب، عم بعيش صراع معين. إذا كنا من بعيد ومحيدة عن راسي ومش عم بتصيبني الشغلة، ممكن يكون تعال نترقب الفضيحة. مش من فراغ إنه بأول ما طلع اليوتيوب على حياتنا كانت الأكثر انتشارا بين فيديوهات في العالم العربي اللي بتبلش بكلمة فضيحة، سواء فنانين أو سياسيين أو صحيح. إحنا عم نبحث عن هيك، فبالتالي هاي مادة مغذية أو تغذي دائما السوشيال ميديا، الفضائح، الناس اللي بتحكي على بعض، هذا شيء موجود. ولكن يعني بكل الأحوال هذا نوع محتوى موجود، بس هو مش كل المحتوى اللي على الشبكة. هذا نوع محتوى بتابعه أولادنا، بس هو مش حصرا. هو في ناس عم بتقدم مواد جيدة جدا، وفي ناس عم أنا بتابعها بمتعة كبيرة. وبدي أقول مثلا مدونة عربية اللي كانت موجودة عندنا في قناة مساواة في برنامج المحتوى قبل سنتين، سلام قطناني مثلا، صبية أردنية من أصل فلسطيني عم تشتغل على كل معلومات الفضاء، وعم بتسخرها وعم بتطلعها بأحلى صورة ممتعة. اللي ما كانش يعرف إيش عن هذا العالم الواسع والغريب، هي بتمرق وكأنها بتقول لك صباح الخير بكتير سهولة، وبتلاقي معها تفاعل رائع. يعني مش صحيح إنه أولادنا رايحين عند إكس وواي اللي هم عم بيسيئوا بالضرورة أو عم بيهتموا بالقشور. إحنا شايفين هاي النقطة ضوية أكثر من غيرها، ومش معناه أنه مش لازم نشوف أو نتجاهل، ولكن تعال نطلع كمان إنه في محتوى جيد يقدم على هاي المنصات. فهذا بقول إنه في إلنا دور كأهل وكمرافقين، كبرجع لنفس المبادئ الأساسية. كلمة أخيرة كمان. أيوة. أنا فتت على تيك توك هاي السنة بس كمنتج هناك، يعني حدا اللي عم بيعمل محتوى بشكل بسيط. رغم كل السمعة الموجودة، أنا دائما بقول لكل أهل بسمعوني بأي دورة، بأي حلقة نقاش، وبأي برنامج، كونوا بكل تطبيق ولادكم موجودين فيه. ما فهملوش، ماليش إخلاق، بعتبروش منيح، كونوا بكل تطبيق او ما يكونوش هن موجودين. وهذا يعني اني تمنع اولادنا اليوم انه ينزل تيك توك، ممكن تمنعيه على تليفونه، بس شو تمنعيه من تليفون ابن صفه يشوف مواد؟ فبالتالي لازم تعرفوا ايش اولادكم بيشوفوا. ورغم كل الحدود المفتوحه بمنصه مثل تيك توك والجنس والرقص والعري، لان بعرف انها موجوده، ومرات بقلك كثير على اولادنا، وبقول لو انا كنت مراهق في زمن تيك توك يمكن ما كنتش مرقت بسلام مراهقتي، ولكن لانه كثير في ضغط كبير. ولكن اذا بتطلع على كمان مضامين مطروحه في كمان على تيك توك، صحيح، وكلنا شاهدنا العام في السنه الماضيه رائعة. الاحداث اللي كانت في البلاد، يعني قديش العالم التيك توك كان له دور كثير كبير بالفعل، محتوى رائع بالفعل، كان محتوى رائع. صحيح، في طبيبه يمنيه مغتربه موجودة على التيك توك اللي بتعطي للناس أحلى مفاهيم عن شو يعني هجرة، شو يعني غربة، شو يعني وطن، وشو يعني طب. يعني برجع لكل المواضيع الأساسية، الأدوات تختلف، ولكن بالآخر لازم نتأكد مين هو الإنسان ومين هو الفرد، وكيف ممكن نرافقه، وكيف ممكن نوفر له الفرص اللازمة حتى يطلع أو يقدر يعني ينتج الأفضل من ذاته لهالمجتمع اللي حواليه. شكرا كثير لك مصطفى قبلاوي على مداخلتك الرائعة معنا في حلقتنا لليوم. نقطة وسط الجديد، كل الاحترام، كل عام وانتم بخير كمان. شكرا لك. وبعد لقائنا مع مصطفى بنصل لنهاية حلقتنا، وبدنا نقول انه اصحاب الارقام لا شك انه صار ظاهرة لها تأثيرها على ابناء الشبيبة في مجتمعنا، ولا شك انه اهمية اختيار المحتوى الجيد وكيف احنا نربي اولادنا على انهم ينتقوا المحتوى الجيد، هذا هو دورنا واللي لازم نعمله أمام الجرف الهائل لإيش ممكن يتعرضوا أولادنا في كثير من اللي هن منكشفين لإله. بتأمل إنه نلتقي فيكم في حلقة جديدة الأسبوع القادم من نقطة وسطر جديد.